أهلا بحضراتكم، ولسه مكملين مع حضراتكم بنتكلم في كيف تم سيناريو التوريث وكيف كان يحكم جمال مبارك مصر وما هي المراحل التي أدت إلى حكم جمال مبارك لمصر. اتكلمنا وقلنا إن جمال مبارك كان في من 97 قال أنا الرئيس والرئيس أنا في حضور الرئيس مبارك، والرئيس مبارك ده وشه الناحية التانية. طيب هل الموضوع بدأ من 97 ولا الموضوع ممكن يكون من بدري شوية عن 97؟ كان هناك اتجاه للتوريث جمال تحديدا، حتى مش علاء، في سنة 90 كان في أعمال بتتم في مقر الرئاسة، فالرئيس مبارك طلب من مسؤول مقر الرئاسة اللي هو شفيق البنا يعمل له كبوستة كده رخام في حتة معينة، فاللي هو شفيق استغرب وقال له دي بتبقى موجودة في المستشفيات بس يا ريس. قال له ما هو انت مش واخد بالك، انا بعد سن معين ممكن اسيب الحكم الجمال واقعد العب مع الاحفاد. والله فعلا زي ما بقول لحضرتك كده، الكلام ده من سنه 90. طيب حضرتك محتاج تسمع الكلام ده بنفسك عشان تصدقني، لان انا عارف ان انت ممكن تكون يعني عايز تقول لي انت جبت الكلام ده منين او انت كنت موجود معاهم. لا، انا هجيب لحضرتك طرف من هذه الاطراف يحكي لحضرتك الواقع بنفسه، وحكى الكلام ده في حياه الرئيس محمد حسني مبارك اللي هو شفيق البنا يتحدث عن واقعة سنة 90. يلا نسمع. سنة 90 كنا بنعمل الامتداد بتاع البيت، فامتداد بتاع البيت فيه سلم رخام، فجيت لقيته قال لي اعمل لي كوبستة على الحيطة. فقلت له الكوبستة دي بسيادتك بتعمل في مستشفيات عشان المرضى، مش هتعمل في بيت هنا. وبعدين سيادتك عندك اسانسير هنا وانت مش محتاج السلم. قال لي لا، مين عارف مجايز لما عجز اعدي التمرينات كده اسيب الحكم الجمال سنة 90 واقعد العب مع الاحفاد. سنة زي ما حد سمعت كده، سنة 90 انا اسيب الحكم الجمال وانا العب مع الاحفاد. طيب من مراحل ايضا التوريث كان انا هصعد جمال ازاي. جمال في الوقت ده بقى مساعد للشؤون الاقتصادية، مساعد بشكل معلن بشكل غير معلن، البوسطة بتتعرض عليه، بيعمل اجتماعات، بياخد قرارات، وزراء بتروح وزراء بتيجي. كان في مرحلة من المراحل ان احنا هنعمل اربع نواب. الاربع نواب هم كالتالي، اللي هو عمر سليمان، الفريق احمد شفيق، زكريا عزمي، جمال مبارك. ان انا اعمل اربعة في وسطهم جمال مبارك، بعد شوية ازيح واحد واحد ويبقى جمال النائب الوحيد، ينتقل السلطة او تنتقل السلطة بشكل سلس وبشكل يعني مريح وتلقائي، ويدار ما دخلت شهر. مين اللي رفض العرض؟ جمال مبارك هو اللي رفض العرض وقال لا، لو نائب انا عايز ابقى نائب لوحدي، مش عايز نواب معايا. فتم ارجاء هذا القرار. تعال نسمع من اللي هو شفيق البنا موضوع النواب ده فعلا كان حقيقي ولا لا. ان كان في مشاكل حول تعيين نائب رئيس الجمهوريه، هل يعين جمال مبارك وعمر سليمان وزكريا عزمي واحمد شفيق؟ كان دول اربعه المرشحين في القصه. وجمال مبارك رفض لان هو عايز كان يطلع بسرعه، مش لسه هستنى لما ثلاثة التانيين دول تبقى تعينهم وبعدين تشيلهم. لا، هناخد وقت كتير. فهو قال له اتعين انا نائب رئيس جمهوريه لوحدي او مفيش حد، فلغوا التعيين. بعد موضوع النواب ما يعني تم ارجائه، كان هناك ايضا اتجاه اخر هو تامين السلطه. بمعنى ايه؟ هو انا هاجي ازاي؟ مين اللي يقدر يضمن لي وجودي وبقائي على كرسي الحكم؟ كان هناك معادله يؤمن بها جمال مبارك، وبالمناسبه كان يؤمن بها والده ايضا من قبل، ان امريكا واسرائيل هي صاحبه القول الفاصل في هذا الموضوع، وان لن ياتي رئيس جمهوريه الا برضا امريكي وعدم فيتو اسرائيلي. وده على فكره الكلام ده قاله مصطفى الفقي في يعني في مرحله من المراحل، وطبعا وتهاجم الكلام ده، ولكن الكلام ده اهو تعال حضرتك اسمعه من لسان اللي هو شفيق البنا مسؤول المقر الرئاسي نقلا عن يعني ما كان يراه من جمال مبارك. يلا بينا نسمعه. جمال عنده اعتقاد راسخ ان اللي هيجي رئيس جمهوريه بعد حسني مبارك هيكون مرضي عنه من اسرائيل وامريكا، فسعى الى علاقات قويه. كان في فرانك ويزنر، ده كان دايما بيجي مكتب جمال مبارك، و يعني حتى كنا بنقول عليه مستشار بتاع مين. فرانك ويزنر ده كان سفير امريكا في مصر في فتره سابقه، اللي على علاقه مباشره قويه قوي بجمال مبارك.
وكلم جمال مبارك روح امريكا هو يستقبله هناك ويحضر له مقابلات وكده. تمام. ف جمال ما جاش في دماغه وما حدش قال له ان الشعب المصري له ممكن يعمل حاجه. الشعب المصري كان قصادها العدلي. خلاص ده هيوقف اي حد. فبالتالي ده خرج بره المعادله. المعادله اسرائيل وامريكا وافقوا وراضيين، يبقى خلاص انا جاي رئيس. طيب اذا كان ده ضامن الحكم والانتقال والتوريث من الناحيه الدوليه، طب جوه البلد بقى الشعب ده لو قال لا او قال، كان هناك اتجاه ان هناك مضاد لاي حاجه تحصل. كان وزير الداخليه في هذا التوقيت هو حبيب العدلي، هو يعني الرهان كان عليه، كان الرهان عليه كبير جدا في انتقال سلمي لعمليه التوريث، وايضا هو ممن رأوا او ممن ساعدوا في عمليه التوريث، وده هنجيلها في حلقه خاصه تانية، كان اللي هو حبيب العدلي في ذلك. طيب وهسمع حضرتك برضو لو شفيق بقى نقول الكلام ده ازاي. طيب علشان اوصل لامريكا واسرائيل ايه الجسر اللي هعبر بيه؟ كان في شخصيه اسمها فرانك ويزنر، زي ما حضرتك سمعت كان سفير امريكي سابق في مصر، وايضا كان مبعوث امريكا ابان ثوره 2011 يناير 2011. هذا الرجل عرف جمال مبارك على ناس كتير، منهم يعني في حلقات قادمه كده هنخصص يوسف بطرس غالي، احمد عز وغيرهم. وكان فرانك ويزنر ده يعني مستشار جمال المؤتمن، وكان بيطلب منه حاجات كتير جدا. في حلقات جايه برضه هسمع حضرتك فرانك ويزنر كان بيعمل ايه وبيخطط لايه، ويوسف بطرس غالي اخباره ايه. طيب تعالوا نسمع مين ضامن التوريث داخل مصر، اذا كانت امريكا واسرائيل ضامن التوريث من الناحيه الدوليه وضمانتهم ضمانه كده زي ما بيقولوا كده جرانتي يعني ضمان. حبيب العدلي كان ضامن التوريث. يلا نسمع ونرجع تاني. الضامن بتاع عملية التوريث، يعني لما يجي الرئيس ما يجددش ويجي جمال الحزب الوطني ينزل جمال مبارك، فهو بيضمن ان جمال مبارك يستلم الحكم واستقرار في البلد. وبالتالي فتح مكتبه ومكتب حسن عبد الرحمن او شغل حسن عبد الرحمن لجمال مبارك، فأصبح جمال مبارك هو اللي بيدير العملية التجسس والتصنت والبتاع والكلام ده والمراقبات وكده. فكان بالنسبة له العدلي ده يعني ده خلاص ده مضمون يعني. طيب كيف كان اتجاه اللي هو حبيب العدلي ان فعلا احنا مع جمال ومع التوريث وان جمال يحكم وتمام التمام؟ فتحت المكاتب المغلقه لجمال مبارك، واهم حاجه في المرحله دي والمراحل السابقه ويمكن يعني نوصل لحد عهد الرئيس عبد الناصر لدرجه ان كانوا بيتجسسوا على الرئيس عبد الناصر نفسه تليفونيا، مرحله التجسس والتصنت على التليفونات والتسجيل والمراقبه وما الى ذلك. دي في غرف وفي كنترول معين كان بيفتح لجمال مبارك ويسمع بنفسه ويشوف، وانا عايز فلان شوفوا لي فلان بيقول ايه وعلام بيقول ايه، كان هو اللي بيدير هذا الموضوع بنفسه. الكلام ده احنا جبناه منين؟ تعال حضرتك اسمع وشوف بنفسك. عدلي كان ذكيا جدا في انه فهم ان القضيه قضيه توريث. فلعب مع جمال مبارك من اول يوم. هو جمال مبارك جاي عشان يتورث يا كده يا يمشي. فحبيب العدلي كان فاتح علاقات كويسه جدا مع جمال مبارك من اول ما وصل ووزاره الداخليه تحت امرك، الى ان جت في الاخر ان بقى جمال مبارك يروح يومين في الاسبوع يقعد على مكتب وزير الداخليه يدور الداخليه. جمال مبارك كان بيروح وزاره الداخليه يدور؟ ايوه، وكان يستمع على الشرايط اللي بتتسجل، وكان يقول لهم سجلوا لي فلان وسجلوا لي علان. فطبعا دي كانت مخليه حبيب العدلي في بطنه بطيخه صفر. هي كانت عند الناس ما ظهرتش. لكن عندنا احنا المطبخ كان بدا يتحضر من بدري قوي يعني كده. يعني الريس ايه قبل ما يجي جمال يقول لي احنا بنبوس رجله عشان يجي. ياه. لو عايز لبن العصفور هاتهوله عشان يجي من لندن.
عشان يجي يقعد معانا. هو مش راضي يجي. مش راضي يجي. شغال هناك في البنوك وفي الاقتصاد وماشي هناك. يقول لك انا حاجه في مصر ايه؟ اشتغل ايه؟ انا ابن رئيس جمهوريه، هينفع اشتغل ايه؟ مش هينفع اشتغل حاجه. ف قام هو قال له تعالى عاوني في النواحي الاقتصاديه. بس بدات من هنا بقى.